كي معك انت ديريكت ما غير يشوف ما وندخلوا في اللعبه التونسيه كيما تحب. الحدث في سوسة هو تكليف اللاعب الدولي السابق الزبير بيا برئاسة الهيئة التسريعية للنجم الرياضي الساحلي. هل يعتبر زياد الجزيري أن زبير هو فعلا رجل المرحلة في ليتوال؟ أي بطبيعة الحال نعتبر زبير بيا رجل المرحلة ليتوال. إن شاء الله إن شاء الله الظروف تكون معناها مواتية. زبير تاريخ كبير، لاعب كبير، عنده من الخبرة لازم باش يمسك دولي بالنجم الرياضي الساحلي. كنت نشوفوا معناه المسؤولين اللي في الكره التونسيه في السنوات الفارطه ما نجموش نقولوا زبير ما نجمش يكون رئيس النجم الرياضي الساحلي. شنو تقصد؟ ما نقصد حتى شيء، يعني ما نحبش نذم حاجه، لكن زبير عنده بلاصته وعنده من الشرعيه الكافيه واللازمه اللي باش تخليه يكون رئيس النجم الرياضي الساحلي. نتصورك تقصد بعض الدخلاء على كرة القدم تحملوا مسؤوليات، واليوم فما بالك زبير لاعب دولي ناجح بالضبط وشرف الرأي الوطني حتى خارج تونس بالضبط، الأور طبيعي باش يكون رئيس نادي كبير اسمه النجم الساحلي. طبيعي جدا، طبيعي جدا، حاجة عادية. الجرأة غابت عليك الجرأة بس تقولها بنتي الحاجة هذوما. أي بطبيعة الحال لا مش غابت عليا الجرأة، ما نحبش نذم الناس معناها. ما ذمتش. أي لا معناها ما نحبش. شوف ميساجي واضح. هاك فهمتوا أنت معناها والعباد تفهم. ماذا ينتظر زياد تدقيقا من زبير بيا في هذه المرحلة، ومرحلة صعبة عاشها النجم الساحلي، لكن يبدو أن الأوضاع بدأت تنفرج. زبير وجه الخير واللي معاه وجه خير على ليتوال إن شاء الله. متر دو لوردر معناها متر دو لوردر، نظام تحسين صورة النجم. بطبيعة الحال النجم ديما يلعب فريق على الألقاب، لكن الصورة الخارجية معناها خاصة في الموسم الفارط تمثل شوية. إن شاء الله بوجود زبير بيا والملاعبية اللي مع أخواتي اللي هما الشرميتي ولا عبد النور ولا الموجودين الكل ولا منصر عمار ولا ناس الكل، إن شاء الله ربي يوفقهم لمصلحة النجم الرياضي الساحلي. الجماهير كل متفائلة. زبير يستحق كما قلت لك مش يكون رئيس النجم الرياضي الساحلي، لكن من غير ما نضغطوا برشا على المسؤولين. ماهوش صحار زبير، ماهوش يخدم وحده، يخدم مع ناس. الكرة مدورة، تنجم تعمل فيها كل شيء وتقرا حساب كل شيء وبعد ما يوفقكش ربي، ولهذا التوفيق ديما من عند الله. ان شاء الله ما يكونش فما برشا ضغط، خاطر الضغط راهو تعرف الكوره في تونس اسهل حاجه هي الضغط. ان شاء الله الضغط ما يكونش معناها سلبي، ان شاء الله يكون الضغط ايجابي باش النجم معناها في موسم المئويه توصل لطوال البر الامان ان شاء الله. قلت زياد زبير بيا ماهوش سحار، وكانك توجه في رساله لرجالات النجم الساحلي مش بيخلو زبير يعاني وحده الصعاب في النجم الساحلي. بطبيعة الحال خاصة جمهور النجم الرياضي الساحلي اللي ما قصرش معناه، ما قصرش اللي هو، وهو اللي من الأسباب الكبيرة اللي طوال إذا باش تنفرج حالتنا كما قلتم في البلاتو بحذاك راهو هو جمهورها، ولهذا إن شاء الله نكونوا معناه ملتفين الكل يد واحدة وراء فريقنا النجم الرياضي الساحلي وراء الهيئة المديرة اللي كما قلت لك معناه عندها من الشرعية اللازمة والكافية باش تمسك دولي بالنجم الرياضي الساحلي. اخواتك اللي حكيت عليهم توا اللي هما بعض اللاعبين القدامى في النجم الساحلي، فما صوره تداولت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بين زبير بيا، امين الشرميتي، منتصر عمار، ايمن عبد النور، ياسين الشيخاوي. الصوره هذه ما تراش ينقصها واحد اسمه زياد الجزيري؟ لا يعني موجود معهم، يعني مش لازم الناس كل تكون موجوده في الصوره، ولعبت تعرفني نكره الصور يعني راني ما نحبش نتصور برشا. اللي نقصده مش تصويره. آه. علاش ما شفناكش في قلب الحدث مع هيئه زبير بيا؟ والله العظيم زبير البارح برك انا وياه بالميساجات معناها ما اني يعني خدمت، تحب نحكي بصراحه صاحبي، خدمت برشا وتحملت المسؤوليه والناس كل لازم تاخذ فرصتها، معناها الناس كل لازم تاخذ فرصتها. خدمت اني يعني عملت حاجات برشا ايجابيه كأي خدمة تجتهاد تخيب وتصيب، لكن في العموم كي نعملوا معناها كيفاش يقولوا الريكاب نتاع اللي عملته معناها كان فما برشا تتويجات، كان فما برشا قرارات معناها في ريكروتمون صايبة، كما كانت فما معناها خيبات، وهذاك عادي في كرة القدم معناها كما فما الانتصارات كما فما الهزائم، ولهذا الحمد لله أنا راضي معناها أعطيت كل شيء للنجم الرياضي الساحلي، وكي نكون مش موجود حاجة عادية جدا. على خاطر يعني معهم بقلبي يعني مش لازم نكون كصوره موجوده، ولازم الملاعبيه هذوما يتحملوا مسؤوليه. عبد النور لعب الكره لبرا ورجع لازم يخدم في جامعته ونشوفوا معناه
شنو كاسكو سافا دوني، يعطينا الخبره نتاعو كيف كيف امين. معناها كل واحد لازم يجي وقته وياخذ فرصته. صاحبي والعياده ما نجمش واحد يقعد مسؤول على طول، لان تبارك الله خدمت 6 سنين، معناها 6 سنين كانت فيهم 6 ألقاب، فهمت؟ والعياده حاجه ايجابيه جدا، ووقت باش نرتاح، وقت باش نرتاح ونعاون نعاون نعاون بالكلمه كان طلبوا مني، كنعاون بالميساج الايجابي باش نكونوا معناها يد واحده. وهذا هو اللي يقعد الاشخاص تمشي وتقعد الجمعيه. زبير وقت حدد القائمه اللي باش تخدمها ما اتصلش بزياد؟ كلمني زبير قال لي ايه جمعيه زياد وخويا ونحبك تجي ونحبك تعطي رايك ونحبك تتكلم وكل شيء. قلت له ما فما حتى مشكل زبير، تعطي رايك ولا تكون معايا في الهيئه؟ تكونوا معايا. قال لي زبير اني وياه معناها ما فماش معناها اشكال بيناتنا، عملنا مع بعضنا وكنا نمشوا لي كيفاش نعملوا مع بعضنا بالكهرباء نتاع زبير ولا ما فهمت. معناها شوف ماهوش اشكال صاحبي، ماهوش اشكال بصراحه، ماهوش اشكال. معناها واني انسان كيما قلت لك خدمت ما فيه الكفايه في ليتوال، ونخلي بلاصه للناس اللي فريشكه، مازالت فريشكه، مازالت عندها افكار فريشكه، مازالت عندها حاجات تنجم تضيفهم، فما رؤيه اخرى، فما رؤيه اخرى. اني عندي نظره في الكورة، عندي نظرة في التسيير، نجم تكون فما رؤية أخرى، نظرة تكون خير وأحسن، علاش ليه؟ معناها خلينا نشوفوا معناها منهم لي كل الدعم، معناها ماهوش إشكال بالكل صاحبي، ماهوش إشكال بالكل. زياد الجزيري ما نعرفش نحسك فما برود على التسيير الرياضي زياد. تعبت صاحبي، تعبت، الضغط مش ساهل، الضغط في الكورة مش ساهل في جمعية كبيرة، اسأل أي مسؤول في أي جمعية، مش حتى في جمعية كبيرة. وشوف الضغط يقول لك الضغط موجود، والكرة صعيبة والخسارة توجع. لكن النجم يحتاج زياد الجزيري في هذه الظروف الصعبة. موجود، ديما موجود، ما تنجمش تدخل ليتوال تقول زياد الجزيري، تدخل ليتوال تقول عثمان الجناية، تدخل زبير باي، تدخل كذا. نحن ديما موجودين في ليتوال، عمرنا ما نبعدوا على ليتوال. موجودين كل مرة كيفاش، مرة ديريكتومون معناها بمسؤولية تحملوها ديريكتومون، ومرة انديريكتومون بالكلمة الحلوة بالميساج الباهي. وهذاك اضعف الايمان، راهو ما تنجمش الناس الكل تعطي رايها في الكوره، وهذا يعني هذا مقتنع به، وهذا قلته لزبير، قلت لزبير راهو مش الناس الكل تعطي رايها في الكوره، خاطر اذا باش تكثر الاراء يولي فما مشكل، يولي فما مشكل، وهذا اللي ما لازموش يصير. علاقتك طيبه بزبير بيا؟ بطبيعه الحال. فما شكون يحكي على علاقه بارده بينك انت وزبير بيا؟ لا ما يعرفش الحقيقه، موش قريب وموش منا وما يعرفش. كما نقولوا زبير اكبر مني، العين ما تعليش على الحاجب يا صاحبي، فهمت؟ اكبر مني ولعبنا مع بعضنا، ووقت طلعت انا نلعب في ليكيب باسيونال ومشيت معنا زبير معايا، يعني عمره ما نجم يكون اشكال بيني وبين اي ملاعب من جوارات ليتوال اللي يلعبوا قدر، سورتو كي بدا اكبر مني في العمر. انت عمرك ما سمعتني نحكي على انسان عطيوني ديكلاراسيون ولا اي حاجه كلمت مسؤولك اكبر مني لعبت معاه كوره، مستحيل. لو غدوه زبير يصر الحاحا باش يكون معاه في الهيئه، ما نجمش تتراجع على قرارك؟ ما نجمش بوغ لو مومون ساتوري، ما ليتوال ما نجمش نقول لا ليتوال، من نحن علاش يصر؟ على خاطر ان شاء الله الامور تمشي، ان شاء الله ما نوصلوش الغادي، ان شاء الله الامور تمشي، يبدا جو باهي، الربح يجيب الربح، نخلصوا مشاكلنا، مازال عندنا دوسيه نتاع بن عياده نكملوه، وليتوال تكمل مسيرتها.